السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين، مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، ونحن نشهد عيد الغدير الأغر ذكرى ولاية الإمام الأعظم علي عليه السلام هنا في اليمن، ننقل لكم مشاعر وأجواء وطقوس اليمنيين الفرائحية في إحياء هذا العيد واليوم المهم بالنسبة لكل اليمنيين، والذين يعدونه بمثابة فرصة حقيقية من كل عام لتجديد رسالة الوفاء والولاء للإمام علي عليه السلام. نتابع. Thank you.
الشمس وياه، نحن أنصار النبي المصطفى، من سوى الأنصار قد آوى النبي. استهدى
رحت بعد اشتيت بعد داري ما بقى اشكي اوقف تعد هلا قائلا يا ايها الناس اعلموا انني مولى لمن والى عليا رسول الله وعلينا عليا وبه نزداد بأسا حيدريا أي تحجد برلبك من كنت مولا ليكن عن بعد الأجن اشتئ ليرا علي علي من حب حيدر قد علي 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 ويحبها المولى العلي بالمؤمنين اجمع والي يا سعدي من ولا علي يا سعدي من ولا علي من زوج الزهراء سواه من غيره روحي فداه صحيفة المؤمن هواه والنص في هذا جليل علي أمير المؤمنين علي إمام المتقين والفوز في دنيا ودين لكل من يهوى علي علي أمير المؤمنين علي إمام المتقين والفوز في دنيا ودين لكل من يهوى علي بها المولى العلي علي بالمؤمنين اجمع والي بالمؤمنين اجمع والي يا سعدي من ولا علي يا سعدي من ولا علي هارون طه والوزير اخو النبي الهادي البشير حبه ينجي من سعير فيها النواصب تصطلي هو الخليف والوصي بعد النبي الهاشمي هذا الحقيقة يتقي والحق هو صاحب علي هو الخليف والوصي بعد النبي الهاشمي هذا الحقيق يا تقي والحق صاحب علي من حب حيدر قد علي بحبها المولى العلي علي بالمؤمنين اجمع والي بالمؤمنين اجمع والي يا سعدي من ولا علي
شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيضات الوداع النبوي في لحيضات الوداع النبوي عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نورا في لحيضات الوداع النبوي في لحيضات الوداع النبوي. محمد مدينة علي بابها من الباب كل العلوم تنشرى وهل يستوي البدر بين النجوم وهل تختفي السبعة الأبحرى. صلاتي سلامي على المصطفى محمد وآله شفيع الورى. أنعم الله علينا بالنبي ورسالة حرر الدين والأمة من الاضطهاد فكها من قيود الهيمنة والضلالة نحو ربي ادعاها في طريق الرشاد. كانت الأمس مقهورة وتحت الإزالة يحكمها النصارى واليهود الفداد بالتحرك رسم للناس نهج العدالة يوقفوا في طريق الحق دون ابتعاد. نظم الواقع المنهار وحيا مجاله ما ترك للوصاية قائمة في البلاد. نقتدي في رسول الله مولى رسالة أرسله ربنا رحمة كل العباد. عندي في غدير الخم شاهد مقاله بلغ الناس أمر الله يوم الفداد. في علي بن أبي طالب تكامل ماله يوم والله وأعطاه رايته والمراد قال هذا علي بعدي إمام العدالة والولي والوصي بعد بمر الأمم والعباد. قال هذا علي بعدي إمام العدالة والولي والوصي بمر الأمم والعباد بلغ الناس ووصانا بلغ الناس ووصانا ومر بالولالة نصرة أهل للعلا رفعه وخط امتداد بالتولي أمرنا الله بالاهتدالة لجل نحظى بنصره والهدى والسداد. من تولى علي يسعد ويرتاح باله والمحايد ظلم نفسه بالسلحيات. قال من تولى علي يسعد ويرتاح باله والمحايد ظلم نفسه بلبس الحياد الموالي نصرها الله وعلى أحباله والمنافق خس الدنيا وإيش استفاد. الموالي نصرها الله وعلى أحباله والمنافق خس الدنيا وإيش استفاد. احرقي الوصايا واحرقي العمالة وارحلي من على الدنيا مع قوم عاد. خابة الكفر والأعراب وأهل النذالة تحت عنوان أهل البيت صاروا رماد تحت عنوان أهل البيت صاروا رماد. الله أكبر. الفرد الأمريكا الفرد الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام. لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي. Thank you.
يحب حيدر قد علي يحبها المولى العالي الزهراء سواه من غيره روحي فداه صحيفة المؤمن هواه والنص في هذا جليل علي أمير المؤمنين علي إمام المتقين والفوز في دنيا ودين لكل من يهوى علي علي الفوز في دنيا ودين لكل من يهوى علي يحب حيدر قد علي يحبها المولى العالي للمؤمنين اجمع والي يا سعد من ولا علي يا سعد من ولا علي هارون طه الوزير أخ النبي الهادي البشير حبه ينجي من سعير فيها النواصب تصطلي هو الخليف والوصي بعد النبي الهاشمي هذا حقيقة يتقي والحق هو صاحب علي هو الخليف مشاهدينا الكرام أيضا في عيد الغدير الأغر يوم ولاية الإمام الأعظم الإمام علي عليه السلام هناك أيضا تفاصيل خاصة ربما لا يتطرق لها الكثير هي دور أيضا القوات الأمنية وأيضا قوات نظام وحركة المرور والسير في المدن والشوارع اليمنية نظرا لازدحامها أيضا وخروج الناس إلى الشوارع العامة وإلى الساحات للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة أوددنا من خلال شاشة كاميرا قناة الأيام الفضائية أن نشارك هؤلاء القوات والجنود المجهولين هذه المناسبة وهذه الفرحة نتعرف بالأسماء الكريمة الاسم الكريم الاسم الكريم عبد الله يحيى صاحب وهاشم نائب مدير مرور المحافظة الاسم الكريم سيدي العزيز في بدء الحديث أهلا ومرحبا بك معنا عبر شاشة قناة الأيام العراقية نسلط الضوء حول دوركم اليوم في تنظيم حركة المرور والسير في المحافظة أيضا تحضيرا للاحتفال بهذه المناسبة وأيضا تنظيم عملية المرور نظرا لاكتظاظ الشوارع والأسواق بالمواطنين الذين يحرصون على إحياء هذه المناسبة في ماذا تمثل أبرز مهامكم وأدواركم الأمنية والتنظيمية داخل المدينة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين بدء أستهل هذا اللقاء الطيب في هذا اليوم البهيج ببيتين شعريين لسيدي ومولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إذ يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل بالنسبة لما يعني أفدتم به أو أشرتم إليه فإن عملنا في المرور وفق خطة تم إعدادها من قبل قيادة إدارة المرور ممثلة بالأخ العميد علي محمد الوشلي وقيادة الإدارة وكذلك بإشراف إدارة أمن المحافظة بقيادة العميد الركن أحمد عبد الله الشرفي وتحت إشراف قيادة عام المحافظة برئاسة الأخ محافظ المحافظة الشيخ المجاهد محمد ناصر البخيتي وذلك قبل يعني اليوم المعد للاحتفائية العظيمة بذكرى الولاية لولاية سيدي ومولاي الإمام علي عليه السلام وفق خطة محددة سواء في الشوارع الميدانية خارج الإدارة وكذلك في أماكن الدخول والخروج إلى ساحة الاحتفال أو في ساحة الاحتفال بالمشاركة مع إخواننا في الجهات الأمنية المختلفة وكل يقوم بعمله في الإطار
المنسق والمحدد لعمله وخصوصيته في هذا اليوم البهيج الذي تعمل فيه آليات المرور وكذلك رجال المرور وأفراد المرور والذي يتم استنفارهم استنفارا كاملا وكذلك تحت متابعة الإدارة العامة للمرور بقيادة العميد دكتور بكيل البراشي وإشراف الأخ معالي وزير الداخلية. وإننا إذ نشارك شعبنا اليمني وأمتينا العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة نرفع تحياتنا وتهانينا للأخ السيد عبد الملك بدر الحوثي سلام الله عليه وإلى القيادة السياسية ممثلة باللواء الركن مهدي محمد المشاط وإلى كافة أجهزة الدولة وإلى شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والتي تجسد روح الانتماء لأهل البيت باعتبار أن أهل البيت هم المصباح المنير وهما القدوة الحسنة الذي نقتدي بها. إحدى الحشود المرحبة بالضيوف التي أتت من القرى والأرياف التي تستقبل ضيوف الإمام علي عليه السلام. نتعرف باسمكم الكريم. محمد علي القعمي. سيدي العزيز في بدء الحديث أهلا ومرحبا بك معنا. عيد الغدير الأغر يوم ولاية الإمام الأعظم الإمام علي عليه السلام، برأيك اليوم ماذا تمثل هذه المناسبة بالنسبة لكم أنتم اليمنيين وللأمتين العربية والإسلامية؟ هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم من أيام الله، يوم فارق في تاريخ هذه الأمة، عندما نهض النبي صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك الموقف وفي ذلك الحشد الكبير في أكثر من 100,000 من الحجاج الذين حجوا معه في حجة الوداع، ووقف في غدير خم ونادى من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله. هذا اليوم هو يوم للأمة بأكملها، هو يوم غير وجه التاريخ عندما نهض النبي صلوات الله عليه وعلى آله وعين للأمة وليها من بعده. هذه هي السنة الإلهية في أن كل نبي يعين من بعده. مشاهدين الكرام، من هنا من إحدى شوارع المدينة واليمنيون يتنقلون في الشوارع لإحياء هذا العيد وهذا اليوم البهيج بالنسبة لكل اليمنيين. نلتقي بأحد المرة والحاضرين في هذه الفعاليات. نتعرف عليك. الله اسمي هاشم عبد الله محمد الدوله. اخي العزيز، اليوم يوم الغدير، عيد الولايه، عيد ولايه الامام علي عليه السلام، ماذا تمثل بالنسبه لكم انتم اليمنيون؟ هو في البدايه هو يعبر هذا اليوم والاحتفال بهذا اليوم عن حبنا وولائنا للامام علي عليه السلام، ويمثل لنا يوم يعني يوم عظيم، يعني هو رابط أساسي بالولاء لله ورسوله والإمام علي. هذا العيد تحرصون أنتم اليمنيون على إحيائه في كل عام هذه الذكرى، هل هناك حرص كبير كما نلاحظ في الشوارع والأسواق والمساجد، حرص كبير من قبل كل اليمنيين على إحياء هذه المناسبة العظيمة؟ نعم، هو كما هو معروف عند اليمنيين في السابق في السنوات الماضية وفي الحاضر الآن كما تشاهدون، يعني احتفالات في عدة أماكن في عدة مجالات في عدة أقسام، يعني احتفالات بشكل عام تقام أكثر شيء في أماكن في عامة وخاصة أيضا،
وأماكن داخل المجتمع في المساجد في كل مكان يعني معروف عند اليمين. نعم، المظاهر الابتهاج أو مظاهر الفرائحية، أهم المظاهر الفرائحية برأيك ما هي التي يحرص اليمنيون عليها؟ مثلا من مساء الأمس نشهد ألعاب نارية مثلا، هذه التفاصيل لو وضعتنا والسادة المشاهدين فيها. يعني هم معروف عند اليمين هم بيفرحوا بالقريح والطليع هذا و... يعني الألعاب النارية بشكل عام، وكما هو معروف في السابق أنهم يعني المناصرة والاحتفال بالبنادق بالرصاص، لكن يعني تم مؤخرا منعها نظرا لما يحدث من يعني إصابات ضائشة. نعم، يكتفون الآن بالزوامل بالأهازيج بالرقصات مثلا الشعبية، هذه كطقوس فرائحية برأيك تتفق حول هذا؟ يعني معروف عند اليمنيين أنه البرع هذا من يعني الطقوس واهم المظاهر الفرائحيه، يعني الطقوس ضروريه عندنا عند الشعب اليمني. هل هناك ربما رساله او كلمه اخيره تحب ان توجهها في هذا العيد لكل اليمنيين وكل المسلمين عامه، مثلا حول ضروره التولي وتجديد الولاء والبيعه للامام علي عليه السلام؟ اولا ابارك للامه العربيه والاسلاميه بشكل عام وللشعب اليمني بشكل خاص بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة يوم ولاية الإمام علي عليه السلام على رقاب الأمة، وأقول لهم أن هذا اليوم هو فرصة عظيمة لنا كأمة مسلمة وكشعب يمني أن نجدد وأن نعلن ولاءنا للإمام علي عليه السلام وعداءنا لأعداء الإمام علي عليه السلام، وشكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية وفي هذه الشوارع العامة التي نرى الناس فيها يحرصون على إظهار مشاعر البهجة والفرح. نلتقي بالوالدان العزيزان، الاسم الكريم زيد العقاد. والوالد الشيخ ناصر عبد الجوالي عري. ما شاء الله، اليوم نراكم بالمظهر الشعبي اليمني، مظهر زي أو البزة العسكرية وأيضا السلاح اليمني. هل هذا نوع من أنواع الاحتفاء والفخر والابتهاج بهذه المناسبة؟ هذا من الابتهاج في يوم ميلاد في ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لأن علي عندما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال من كنت مولاه فهذا علي المولاه، فنحن نوالي الإمام علي رضي الله عن علي ونكون كما قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نحن نوالي علي لا آخر قطرة في زمانه، لأنه الذي ولاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية والحلقة الخاصة بعيد الولاية، ولاية الإمام الأعظم الإمام علي عليه السلام، من إحدى التجمعات الشعبية اليمنية اليوم التي تحتفي بهذه المناسبة. نتعرف بهذه الوجوه الطيبة التي حضرت إلى المدينة لتحتفي بهذه المناسبة العظيمة. نتعرف باسمك الكريم. ناجر علي. أخي العزيز، اليوم ذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام، هل تمثل بالنسبة لكم أنتم اليمنيون عيد من الأعياد الدينية التي تحرصون على إحيائها سواء في شوارعكم في مساجدكم في ساحاتكم العامة؟ نعم نعم، إنه عيد عظيم ومقدس لدى اليمنيين، وكل يمني إنه عيد مقدس عظيم يحرصون على إحيائه. نعم. نتعرف باسمك الكريم. وسيم محمد النصيري. أخي وسيم، برأيك اليوم ضرورة إحياء مثل هذه المناسبة هل تعكس مدى ارتباط اليمنيين وحبهم الكبير وولائهم للإمام الأعظم الإمام علي عليه السلام؟ أكيد هذا شيء واجب، هذا للشعب اليمني حاجة كبيرة عندنا وحاجة مقدسة ونرتقي بها ونتفاعل بها، وإحياء المساجد وإحياء المناسبات بهذا العيد العظيم. بحيث يشمل الحضور، فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. مجدبناه والساعد المتين، وهذا كلام المصطفى والذي حكاه. الله 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 على أبو الحسين، والمؤمنين حقدهم كثير، ولا زال هذا الحقد.
انه من يوم امس فرحه عندنا وابتهاج بالذكرى الولايه الامام علي عليه السلام. قمنا بالصاع المشاعل في القري وفي الجبال وبالاطلاق العاب الناري هذا، وانتقلنا من البلاد الى هذه الساحه لتجديد والاحتفال لإمامنا الإمام علي بن عليه السلام وعلى الحسين والحسن وفاطمة وكل الأولياء والأعلام الهدى، ونكون بفرحتنا وبهجتنا إن احنا موالين الله ورسوله، ولازم نقتدي بما قال الله ورسوله وما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من كنت مولى فهذا علي مولى، لن ننسى علي بن أبي طالب ولا أهل البيت حتى يوم تقوم الساعة، وسنجاهد ونقاتل من يعادي الله ورسوله وأولياء الله وأعلام الهدى، ومن يقاتل أبناء الشعب اليمني. ما بيقاتلون الآن، ما بيقاتلون على أساس أن احنا مقتدين بربنا سبحانه وتعالى وبرسولنا وبأوليائنا وبأعلامنا الآن. يحاولون تحييد الأمة عن أعلام هداها، عن أعلام هداها، وأن يمحوا تاريخنا وأن يمحوا، ومعروف أنه محاربين آل البيت رسول الله صلى الله عليه من اليهود والنصارى. واحنا اقول لابناء الشعب اليمني ان احنا نخرج من ظاهره موالين اولاء الشيطان ذوليه، نكون يمنيين صحيح، ونكون قبائل صحيح، ونقتدي بما بيأمرنا الله ورسوله، ونقتدي باعلام هدانا الان الذي حررونا من الاستبداد والاستعمار. هذا ما نقوله، واترجى كل الناس ان يفهموا ويعودوا الى صوابهم ورشدهم لموالاة الله ورسوله واعلام الهدى. من لا يوالي الله ورسوله واعلام الهدى، ومن يحب الرسول لازم يحب علي ويحب آل البيت. الذي ما يحبش آل البيت هو ما هو مسلم. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا الخاصة من اليمن، وإلى أمل الملتقى في تغطية قادمة. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.